اللي انا ركز معاه قوي طبعا كان جمال حمزة. لازم تركز معاه كويس جدا. هو جمال شاطر بس اقول لك حاجه بقى، ومع ذلك كنت بحسب له. ايوه عشان كنت بشيل حته من دي. انا دي لو حطيتها في دماغي هخسر. يعني انا فاكر مره ماتش الزمالك والجونه، وكان بيلعب في الجونه، جمال حمزه دخل في كوره او مش عارف مين دخل في كوره اتضرب حسب ركله الجزاء، ابو شافي خبطه. كان ابو شافي بيلعب في الزمالك وجمال بيلعب في الجونه، انا ما اعرفش مين اللي اتضرب بس شافي خطا حسب ركله الجزاء، كره اتشطت واتلعبت ودخلت. راح جمال حمزه قال لي اخيرا حسبت لي ركله الجزاء. يا نهار اسود، انا قعدت مثلا والله بصراحه انا قعدت مثلا دقيقتين انا دماغي دي قاعد بفتكر اللي حصل بالظبط. انا شايفها كويس جدا. فلما جمال جه قال لي اخيرا حسبت لي ركله جزاء، قعدت مثلا دقيقتين جمال بيدبح قصادي انا مش عارف اصفر. قلت له يا جمال، قال لي والله خبطت. قلت له يا جمال والله انا عارف بقى لو حطت جمال في دماغي من الاول سمع معاك وفكر لحد دلوقتي. عشان كده بحكي لك بعد 15 سنه ولا كام سنه. فعشان كده اللي يحط في دماغه ان فلان ده بيمثل غلط. ايه يا كابتن، كان اكتر قرار حضرتك حطيته لحد دلوقتي كل القرارات انت بتفكر الاهلي وين لا انا مالي يا بنتي بتاعت المساعدين يعني، بس انا اللي حاسبت على المشاريب يعني. لا اقول لك، كان عندي ماتش في بطوله افريقيه وحسبت ركله الجزاء، وللاسف انا اتضحك عليا فيها. سيميليشن عالي يعني، سيميليشن وانا شايفها كويس جدا. وساعتها كان معايا كابتن ريشه، كان حكم رابع، عارف كابتن ريشه طبعا، وكابتن احمد ابو العلا، عملوا لي كده وليد بتوع الجزائر بيعترضوا اعتراض مش طبيعي. وفاق استاف الجزائري والهلال المريخ السوداني، الهلال السوداني المريخ السوداني. وانا انا شايفه كويس جدا. حسبت ركله جزاء وانذاره وبتاع. فبعد ما خلصت وريشة بقى بيعمل لي كده بقى، واحمد ابو الهلال بيدوني اوكي الواد مضروب. فانا راكب العربيه راجع بقى على الاوتيل، كان في مدرمان، راجع الاوتيل لقيت والدي الله يرحمه بيكلمني. والدي الله يرحمه ده يعني هو هيشوف كل حاجه بالنسبه لي المفروض يشوفها. ايه قال لي والله ماتش كويس، بس ايه ركله الجزاء اللي انت حسبتها دي؟ فطبعا اول اللي بقى لي ايه ركله الجزاء اللي انت حسبتها دي؟ قلت دي مصيبه، ده في اسقاط عليا بقى. قلت له ده فلان ضرب فلان. قال لي طيب ما ترجع بقى نشوفها مع بعض. طبعا اما والدي يقول لي كده يبقى اكيد مش ركله جزاء. المهم رحت الاوتيل لقيت المراقب بيكلم بيقول لي هات الحكام وتعالى. فقلت يا عم انا مالي، انا خليني في الدوري المصري بقى، ايه المشكله؟ غلط. دخلت عنده الاوضه انا والاربع حكام، وانا فاكر اليوم ده كويس جدا. قعدت يعني على الارض كده ومدي ظهري للسرير وهو بيتكلم. قلت خلاص بقى يعمل ايه يعني، هتوقف في افريقيا ايه المشكله؟ فقال لي انتوا ليه الحكام المصريين بتخافوا تطردوا؟ قلت له نطرد؟ قال لي ركله جزاء واضحه 100%، كنت لازم تطرد اللعيب. فطلعت بقى قلت له يعني تقديري ليها، بدأت تخش بقى بكلام الحكام ده تقديري ليها وما اعرفش. قال لي كنت لازم تطرده. قلت له رجع لي الحياه بقى. رجعت مصر تاني يوم، جريت طبعا، والدي كان جاي بيستقبلني في المطار. رحت اول حاجه على البيت بتفرج ايه؟ على ضربه جزاء 100%. قال كان ساعتها رؤوف خليف، قال ركله جزاء سليمه من الحكم الشاب سمير عثمان 100%. في الاعاده بقى عار مترين الواد ما لمسوش، الولد وهو بيجري عدى كده في واحد قصادي كده، اهو كده انت كده مش شايف من اخيري، عمل سيميليشن عبال ما عدى ده كان ميت. انا حاسب ركله جزاء في الحته اللي واحد وقف قصادي وقع لوحده. ده كله عملوا لي كده كله ورطني، كله شايف زي اذا كان المراقب شايفها. في الاعاده بقى قال لك ملاش ركله جزاء، متر واد وقع متر لوحده. والواد من العيال الحريفه، عارف ان جسمهم قليل كده، الوقع ومثلك فيها غلط. دي حته ندمت فيها بصراحه، بس الحمد لله. لا